أنا نعتقد أن من أهم الشعارات اللي يعني طلعت في هذه المظاهرة وأكدت عليها هو أن دماء الشهداء لن تذهب هباء، يعني هذا يعني الكثير الحقيقة. هذا الشعار بالتحديد يعني الكثير، ويعني التمسك بأن هذه الثورة لا يمكن أن نضيعها من بين أيدينا مهما كانت حجم المآسي وحجم الكوارث. الثانية الحقيقة هو أيضا تنبع من مفاهيم وقيم ومبادئ وثوابت ثورة 17 فبراير، أن ليبيا وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية، وهذا شعار جميل أن تسمعه يعني ينطلق من الشرق في اتجاه كل أنحاء ليبيا ويؤكد عليها من خلال هذه المأساة. أما فيما يتعلق بالجزئية الأخرى، ما هي الأعمال التي يمكن أن يقدمها يعني الأحرار الآن في ليبيا؟ هو الإعلان على أننا فقدنا الثقة الحقيقة في كل السلطات بما فيها السلطة القضائية، وأننا نشعر بأنه لا يوجد لا حيادية ولا شفافية ولا استقلالية ولا شجاعة وقدرة على أن تسمى الأمور بمسمياتها. فإذا لابد، ولكي نمنع من هروب أو تهرب المسؤولين من هذه الكارثة في حدود ما يظهر من نتائج في التحقيقات، أن نحن توجهنا الآن أو بصدد إعداد دعوة ترفع الآن أمام المحكمات الدولية المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، تطلب فيها بتشكيل لجنة، يعني فاكت فايندينج ميشن، اللي هي لجنة تحقيق هذه في الدورة القادمة 54 في اجتماع سيكون يعني بدأ في سبتمبر ويستمر حتى أكتوبر. فنحن نأمل أن نحصل على موقعنا في أجندة المؤتمرين لكي يطرح طلب الليبيون والليبيات لضرورة تأسيس وتشكيل لجنة فاكت فايندينج أو لجنة لبحث عن الحقائق كاملة منذ بناء هذا السد وحتى تاريخ تفجيره أو انفجاره. هذا سيظهر التحقيق بإذن الله تعالى. نحن لا نثق في العدالة المحلية، فقدنا كل الثقة فيما يحاول المسؤولين أن يحدثوه من در الرماد في العيون، من أن كلف مكتب النائب العام. نحن لا نثق الحقيقة لا في مكتب النائب العام وقدراته ولا في إمكانية تنفيذ ما يطلبه النائب العام، رغم كان تواجده في اليومين أو الثلاثة الماضيين في مدينة بنغازي ودرنا، ولكنني لا أعتقد أن الشعب الليبي ما زال يعني يستطيع أن يمنح الثقة في هذه المأساة من إهمال جسيم، لأن هذه الجرائم هي موجودة، كانت على سطح الأرض الليبية منذ عقود طويلة من الزمن ولم يحرك أحد ساكنا. نحن لم نعد نقبل بالاستعراضات المحلية ولا بخطف الحقائق من الشعب الليبي. علينا أن نعلم الحقيقة وماذا حدث من أليف للياء، وهذا لم تستطيع اللجان المحلية المختصة القيام به. وبالتالي نحن زي ما قلت بصدد تجهيز هذه الشكوى لتلتحق بالدورة 54 القادمة أمام مجلس حقوق الإنسان، حتى تكلف لجنة من الخبراء والفنيين وتصل إلى ليبيا بإذن الله دون تدخل من أي سلطة كانت لا مدنية ولا عسكرية، وتبحث لنا وتعلمنا كشعب عن الحقيقة المرة. أما الشق السياسي في مثل هذه القرارات فهذا متوقف على مجلس الأمن، إذا كان لديه الجرأة والشجاعة أن يعاقب المسؤولين فهذا اللهم بارك. إذا ما استطعش فنحن سجلنا موقف تاريخي أمام العالم بأننا مظلومين، وبأننا نشعر أن التواطؤ الدولي بالتأكيد هو جزء من المؤامرة.